اوكي خلينا نشوف الفاير باس الجديد يا ستير نزل اليوم حبايبي الكرام. اوكي ليش معلن الله عليك الوان وما الوان ورسام وما رسام. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على عبد السلام. هلو ايوه نايس. اوه صار في حروب معلم ما حروب صار معلم. انتوا شايفين عم تضرب بين معنا. قول لي او ماي جاد اليت باس. اوكي حبايبي الكرام كيفكم ان شاء الله بخير. ان شاء الله كل جميع حبايبي رجعت لكم مقطع جديد اساطير معكم عليكم. مثل ما انتم شايفين شباب نزل اليوم الفاير باس الجديد حبايبي الكرام. مثل ما انتم شايفين اوكي مثل ما انتم شايفين بس طولوا بالكم شباب قبل كل شيء شباب ركزوا معي كيف. كثير منكم شباب شفت كم تعليق اخر بالفيديو اللي فات شباب عم واخر ما اكثر مو الفيديو اللي فات اكثر من الفيديو لاحظت عليه الشباب عم تقولوا شباب بنات. طبعا في شباب بنات اوكي ركزوا معي كيف. عم تقولوا انه من وقت ما دخلت الشراكه شباب ما عاد انزل مقاطع يوتيوب ولا اي شيء شباب. طولوا بالكم شباب من يوم ورايح بدي اوجه لكم راسكم المقاطع اوكي. يلا جنوا نوتو حبايبي الكرام نزل هذا الفاير باس معلم مخطط اودورو. اوكي خلينا نشوف الفاير باس شباب من اول وجديد اوكي. طبعا شباب كان فيه انا طلبته مسبق عشان كذا اعطوني 50 الباتش. اوكي شباب اول سياره معلم عندنا هي اول سياره نايس ازرق على ازرق وابيض شباب لو حبوا كثير الالوان. عندنا الافاتار الجديد اوه ما لاحظتوا كبروا كانوا لما ندخل على شيء كبروا الظاهر. اوكي حلو عندنا هون افاتار ثاني شباب. اوكي عندنا هون لبسه البنت يا سلام عليك. عندنا هون البانر حبايبي كرام. عندنا هون اللبسه هي كمان. طبعا شباب هي هدول ما بعرف اذا لاحظتوا انتم دائما بكل فاير باس بتجي نفس الشكل تقريبا بس ولكن بيغيروا الوان عليها فهمتوا علي؟ اوه شغل تنين وما تنين معلم حبيبي والله باللوس. اوكي بالنسبه للسكين البنت شباب هذا هو السكين بنت يا سلام. هذا شو معلم اوه هذا شو هذا؟ تحس قناعه مثل روبن ولا مين هذاك مثل هذاك تحسه قناعه تبع باتمان ولا ما اعرف هذاك صديقه معلم روبن اسمه ايه كان صار روبن ايه هذا هو حبيبي والله. حتى نكمل يا شباب نشوف الباقي معلم. عندنا هون بي 19 اوكي بس ولكن دائما بي 19 يعني يحطوا لنا شويه براي يعني لازم يحطوا لنا شويه يعني هيك سمات يعني بالسلاح يجي حلو. اني واي عندنا هون التي شيرت اوكي معلم شي دراجون الازرق معلم هذا شكل دراجون معلم شكل اماكن الثلجيه وما الثلجيه يعني شغل حبيبي. اوه هي حلوه هي حلوه شاب هي ما شفتها من شوي بس هي حلوه باللوس. اللي بعده هذا شوف افاتار جديد افاتار حلو مرتب شباب. عندنا هون الام 60 يا سلام عليك افاتار جديد هذا افاتار شكله جديد معلم. طبعا شباب ما بعرف اذا بتلاحظوا شباب اغلب الافاتار بتحسهم بيجي مثل هيك يعني بتحسهم مثلا ليفل واحد مثلا هيك بتحسهم بيشبهوا جنب بيشبهوا بعض يعني في تخلف في يعني بتحس ليفل 1 ليفل 2 ليفل 3 بالفاير باسات يعني هيك بتحسوا في اختلاف. اوكي هذا هيك هذا عندنا هيك حلو. اوه بتعرفوا شباب من شوي على داخل معلم فكرت انه ما فيها الحجر لا والله لانه هو دخلت هون الشباب شفت انه زادوا شغله بدل ال قول لي والله اللوت بوكس معلم حلو هذا حلو ضافوا بال طول بالكم معلم هي شيء مرتب هاي حلو تعال شوف الليفل 1 والله الظاهر علي ما راح تكون كبيره الحقيبه شباب كنت تكون الحقيبه باللوز حلو راح نجربه بعد شوي كمان شباب. اوكي اي هذا الشيء كذا عم بقول عليكم شباب ضافوا شيء مميز بهذا الفاير باس شباب. بالعاده بحطوا رقصات بس هالمره شباب حطوا لنا هيك قناع معلم يعني هيك مكياج هيك معلم فهمتوا علي كيف حبيبنا يعني غيروا شوي. عندنا هون المظله حلو نايس وعندنا السكن الشاب شباب السكن الشاب يا اساتير. اوكي شباب ما راح اطول عليكم اكثر هيك شباب خلينا ندخل بالموضوع على السريع شباب نعمل هيك نجيب الشارات شباب ونجيب نشتري الفاير باس كامل شباب مثل كل مره شباب يعني هاي شباب هاي سلسله ما راح اتركها اليوم ورايح معلم. اوكي هو والله حتى شكل الباتش كثير حلو شباب يشبه يشبه الحقيبه حلو تشوفوا ركزوا معي كيف حتى شكل الباتش يعني هيك شارت مخطط شارت مخطط ازورو كله ايوه شباب سؤال هو قبل كان موجود هذول معلم يكتبوا اسماء الفاير باسات هذول معلم كانت موجودات ولا مو موجودات معلم من قبل؟ اني واي كلمة بالتعليقات شباب اوكي هي بكون جبنا الفاير باس كامل شباب تمام طولوا بالكم نجي لهون نطلع من هون ايوه نعمل الحصول على الجميع معلم لنجرب كل شيء معلم نجرب كل شيء اليوم شباب اوكي نعمل هي التزويد على السريع معلم ايش ما بنجيب شباب نعمل تزويد عشان نجربه معلم اوكي عندنا هون شاب قول سكين البنت خليه على جنب تمام هذا كمان خليه على جنب اوكي هذا دور البنايتي كثير مهم عندنا هي شاب نعملها تزويد اوكي تو بالك ولد شو هيك معلم طلع السكنين شو عم بيصير هون معلم طلعوا سكنين ولا شو شيء جديد هذا ولا شلون معلم ما يفهمن حلو بس هي معلم التيشيرت رح نشيله ونعمل تزويد لهذا بس هي للدلاجه هي معلم
وهذا كمان خلي البنر. طبعا شباب اذا ما بزبط لاحظوا معي فوق البنرات عم يتغيروا اشكالهم شوي شوي. اوكي هذا البنر هيك حلو. يا سلام هاي اللوت بوكس. طبعا شباب هذا اللوت بوكس طول بالكم انا راح اوكي ما راح اضل اشوفه بس هذا شكله بخليه هيك. اوكي هذا شوف البنر كيف تغير من على اليمين فوق حلو. وهيك الحقيبه شباب نعمل تزويد الحقيبه عشان نجربها كمان. وهذا المكياج هذا كمان نعمل له تزويد مع الدلاجه كمان. حلو كثير حلو شباب. والسكين فاينل اتس فاينل بعد بدنا نطلع برا شباب نشوف. اوكي هذا هو التشيكيت شباب. قول لي هذا هو التشيكيت حبايبنا شيء باللو الصراحه يعني ماشي. اوه شوف الجلاس كله عليه كيف رايح كيف راح عليه صار كله اسود حبيبي والله. طيب شباب اغلب الناس ما بتشوف القناع السكور حاطط من ورا مكياج يفكروا يعني انا مفعل مثلا شيء شغله. لا شباب هو هيك القناع على مرض ما كيف حبيبي والله. اني واي هذا هو التشيكيت شباب تمام. الان راح ندخل على شخصيه البنت تمام حبايبي. ندخل على شخصيه البنت اوكي وندخل نشوف السكين البنت شباب بالتدريب اوكي وليتس جو. وينه نجي لهون وهنا عطونا اشياء معلم حلو باللوز. اوكي هون طول بالكم هون سكين بنت. هذا هو السكين بنت شباب ندخل نجربه حبايبنا الكرام لعيون البنات تمام. ندخل على الباتل رويال نشوف التدريب نفس الوقت نشوف الحقيبه الجديده وكل الاشياء كل الشعارات شعارات وري معلم فيهم افكت تمام. يلا جو هي دخلنا حبايبنا. هذا هو بالنسبه لسكين البنت. هات لنشوف. اتس اوكي معلم اتس اوكي. يا اخي ليش حاسس شخصيه البنت هيك صغيره طالعه؟ ما بعرف حاسه كثير طالعة صغيرة شباب. طيب ليش نجيب السيف هذا؟ ثواني شباب هو تغير شيء بال الجري تبع شخصية البيت لأنه ما أعرف ما كان هيك المرة اللي فاتت. اني واي هذا هو الشكل معنا في تغيرات معنا بسبب بالتحركات. حلو عندنا شو الحقيبة؟ طبعا الحقيبة شباب نشوف الحقيبة ليفل 1 أي حقيبة ليفل 1 أوكي صغيرة معلم. هذا هو باللوز نجيب الحقيبة ليفل 2 نايس. هاي الحقيبة ليفل 3 معلم. والله الصراحة يعني ماي جاي هيك مزعجة كثير شباب الحقيبات اللي فاتت اللي بينزلوا مرات بيكونوا كثير كبار بس اوكي اتس اوكي. خلينا نروح على سكين الشاب شباب وندخل شي جيم. لا قبل ما ندخل شي جيم نجرب الحقيبة على سكين الشاب شباب. طول بالك. نجي لعند ماكسيم هذا هو البنات شباب الافاتار مثل ما انتم شايفين. نجي عند ماكسيم نجي لهون. مو هي دائما شباب مخربط هون انا. شوف هذول الافاتارات شباب شوفوا معي كيف هذول الافاتارات هذول البنرات شباب حلو باللوز. اوكي المراكب في المركبه شباب هاي جديده هاي نزلت كمان المجموعه معلم عن هاي الحقيبه هاي عن المظل الزلاجه هاي وعن هاي اللوت بس فرجتكم اياها حبايبي. اوكي وهي الزلاجه حابب اجرب الزلاجه يا شباب. اوكي اني واي نفتح السكين شباب. اوكي وين السكين نفتح السكين وين السكين وين السكين وين السكين وين السكين يا اخي وين السكين دائما مخربط انا هون. اوكي تعال هون وين السكين معنا. هذا هو السكين شباب تبع الشاب الحزمه نعمل له تزويد ندخل على التدريب شباب بشكل سريع. يا سلام عليك حتى الحقيبه معلم هات لشوف ندخل التدريب شباب نجرب وبعد شباب بعد التدريب ندخل شي جيمك على السريع ونجرب المزلاجه وكلش كله مع بعض. اوكي هذا هو شاب سكين الشاب الصراحه يعني شوي كبير وشوي مو يعني 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 اتس اوكي متوسط ماشي حاله حلو ماشي بشي. هنجرب لكم الحقيبه يا ستير هي الحقيبه ليفل 1 حلو حقيبه ليفل 2 هذا نشوف. اوكي ولحد الان معلم امور طيبه امور تمام نايس. والحقيبه ليفل 3 معلم يا سلام عليك. اوكي معلم كرسي عليه هي الرسامه هي هذا شو بسموه هذا القلم اللي عم بيرسم حبيبي والله اتس باللوز حلو ماشي شباب مش كثير كبيره حلوه كثير. اوكي نروح على ندخل شي جيم شباب على السريع. اوكي هيك بكون دخلنا الجيم حبايبي. هذا هو السكين كمان شباب مثل ما انتم شايفين كمان. اوكي اوي انا لحالي بالهذا حبيبي والله. اني واي معلم هذا نشوف بالشكل من بعيد كمان كيف معلم والله يعني حتى عجبني شكل الباج حلو كمان ماشي بشي يعني مرتب شي مرتب حلو نايس. هندخل نجرب الدلاجه معلم ضروري نجرب الدلاجه والمظله شباب. يلا ليتس جو عايز ندخل 3 2 1 جو معلم ادخل روح هيو باتل رويال قاتل بسلبك. اوكي معلم نحن اول ما تنزل الطياره شباب اول ما تنزل الطياره كيف صارت هي معلم لا ركز عليكم اول ما تفتح النزله معلم نزل هون اوبسرفاتوري معلم هي الدلاجه معلم يا سلام عليك تحسب زلاجه معلم وايد هي السجاجه شو اسمها ذاك معلم على الدين ايه هو على الدين
شوف الثلاجة معلم. أغلى ملا معلم حبيبي والله. أوكي هشوف المظلة كمان نفس الوقت. هي المظلة يا حبايبنا. هيك بقول شاب جربنا لكم كل شيء معلم. كل شيء باللوز. أوكي هات ندخل معلم. في حدا هون معلم السلام عليك على الصبحيات. وفي واحد معلم يقتلني ولا أقتله. تعالوا نجرب. تعالوا نشوف حدنا معلم. وينه؟ أوووو. تعالوا معلم. هاي واحد نوك. هاي تاني نوك. هول. طيارة ده معلم. طيارة ده يا زلمة. عم بيطير. بسم الله الرحمن الرحيم. اسيت مين عنده اسيت مين معلم. عنده الاسيت مين يا زلمة. شو هذا مو طبيعي والله يا اخي شو عم بتحرك هذا. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. لا شوف 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 شوف. هذا شو شو حد يفهمني معلم هذا شو هذا. هذا شو هذا معلم؟ هذا مشكوك مش مشكوك بجد جد معلم ما بعرف معلم ملقلق ولا في شيء معلم ماني فاهم شو عم بيصيروا. طولوا بالكم. شوف 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 شكله ملقلق اخونا. طولوا بالك معلم طولوا بالك طولوا بالك طولوا بالك طولوا بالك طولوا بالك شوف طولوا بالك. يا لطيف مو طبيعي مو طبيعي معلم مو طبيعي معلم مو طبيعي مو طبيعي شكله ملقلق اخونا. اوكي معلم خلاص خلي يلا جيت. اوكي يا حبيبي ليدي سجلت من اعزائنا الكلام الحلوين. هيك بيكون انتهى مقطعنا اليوم يا اساطير. ان شاء الله عجبكم المقطع. بتمنى لكم كل عام وانتم بالف خير. لا شو ما بتصير هي معلم. بتمنى لكم كل عام وانتم بالف خير. رمضان كريم والجمعه مبارك يا حبايبنا. ان شاء الله ما اعرف متى رح يكون رمضان بس اعتقد رح يكون غدا حسب علمي شباب. رح يكون غدا شباب. اذا عندكم اي معلومات شباب اكتبوها بالتعليقات لنشوف يا اساطير. اوكي حبايبنا بتمنى لكم يوم سعيد. بشوفكم على خير. سلام عليكم.